طه سؤال في التاريخ. جوكر. تاريخ والسؤال هو: ما هو القصر الذي اتخذه الرئيس محمد أنور السادات مقراً لإدارة العمليات العسكرية أثناء حرب أكتوبر 1973؟ اشترى الملك فاروق للملكة فريدة 1941 بمبلغ 40,000 جنيه. السادات أمر بتجهيزه لتدار الحرب من داخله، وابتدى الشغل اللي فيه يوم 4 أكتوبر. في صورة المشهورة بتاعت الحرب وهم حوالين الطاولة، هنشوفها. إجابتك؟ قصر الأب. إجابة خاطئة. قصر إيه؟ قصر المعادي. إجابة خاطئة. 50-50، دوس على البزر. زائد 20 أو ناقص 10 والجمهور ما يتكلمش. قصر الطهرة، قصر الحراملك. هي دي كانت إجابتي الأولانية. ليه؟ قصر الطهرة. قصر الطهرة إجابة صحيحة.